الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للزوجة حضور صلاة الجنازة على زوجها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المرأة المحادة المعتدة على زوجها بعد وفاته يجب عليها البقاء في بيتها ولزومها له، ولا يجوز لها أن تخرج إلا في دائرتين، في دائرة الضرورات أو الحاجات الملحة. ومن المعلوم أن صلاتها على الجنازة في المسجد يعتبر خروجا من بيت محادتها، وهو خروج لا تدعو إليه الضرورة ولا تدعو إليه الحاجة الملحة، وبناء على ذلك فلا يجوز لها أن تصلي على زوجها في المسجد، لأنه يتضمن خروجها بلا ضرورة ولا حاجة. وإن مروا بجنازته عليها في بيتها فصلت عليه في بيتها فهذا طيب حسن ولا بأس به إن شاء الله تعالى. وأما خروجها فهو ممنوع لوجوب لزومها لبيتها، والله أعلم.